والعورة تختلف باختلاف الرجال والنساء. الرجل عورته مطلقا في الصلاة وخارجها ما بين السرة والركبة، فلا يجوز الإنسان يكشف شيء من ما بين السرة والركبة عند أولاده ولا عند أصحابه. ولو رأينا نايم شيء مكشوف من بين السرة والركبة يجب أن نسترها ونقض يستر عورته، ما يجب ستره ويحرم نظره. فهذا الرجل مطلقا في الصلاة وغير الصلاة يجب عليه يستر ما بين السرة والركبة. هذا الرجل، نعم، عورة الرجل عند المحارم، عند المحارم، محارم وذي ما بين السرة والركبة. كان عند الأجانب النساء جميع بدنه، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحضن. فالرجل عورة كله للمرأة الأجنبية، لا يجوز لأي مرأة تنظر لأي رجل. جوز الشارع للمرأة تنظر لزوجه تتمتع به، زوج هذا حل ولا غير زوج؟ غير زوج لا. والمحارم، محارمك، أمهاتك، بناتك، خواتك، عماتك، خالاتك، بنات أخوك، بنات أختك من النسب وثم الرضاع، يجوز تنظر منهن وينظر منك بدون شهوة. هذا في قيد النظر للمحارم بدون شهوة أو فتنة. فلو بينظر إلى محارمه بشهوة حرام. أمهاتك، بناتك، خواتك، عماتك، خالاتك، بنات أخوك، بنات أختك، مثل من الرضاع، حر من الرضاع ما حر من الآن من النسب. لما ينظر محارمه بشهوة حرام، ما يقول تنظر بشهوة إلا لزوجته. أما المرأة الأجنبية حرام النظر إليها بشهوة أو بدون شهوة، في ثلاث حالات. المرأة الأجنبية لا يجوز نظرها أبدا لا بشهوة أو بدون شهوة. والمحارم 18 محارم، 7 من النسب، 7 من الرضاع، و4 من الصهرة. كما حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت النسب. النبي قال حر من الرضاع ما حر من النسب. أمهات من الرضاع، بنات من الرضاع، خوات من الرضاع، خالات من الرضاع، عمات من الرضاع، بنات أخ من الرضاع بتقوم 7 من الرضاع كمان نسب، 14. و4 من المصارة، أمهات الزوجات، أمهات زوجاتها، أمهاتها، أمها وأمها وأبوها، بنات الزوجة ختمرة عندها بنات لزوج ثاني دخلت عليه ربيبة دي قطعتها الآن، بناتها ما ينقض لك، محارم لك. ومثل لو مرة تزوجت عليها طلقتها ثم تزوجت على زوج ثاني وانجبت له أولاد، جابت له بنات، محارم لك، مع أن الإنجاب إلا بعد ما طلقتها. إذا عقدت على مرة وجامعتها قال في القرآن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والدخول الجماع الوطن. فإذا هذا قد تحصل وقعد حال وقعد أحوال شخص يطلق مرة تتزوج على واحد ثاني وقد جامعها ووطاها طلقها خذت زوج ثاني جابت له بنات، ما ينقضها بنات زوجتك، بنات زوجتك المطلقة من وإن كان الإنجاب إلا بعد الطلاق، بنات أمهات الزوجة وبنات الزوجة وزوجات الآباء، كل من عقد عليها أبوك ما تنقض، وزوجات الأبناء، ابنك وابن ابنك وابن بنتك
ولو ابنك من الرضاع، ابنك من الرضاع تزوج زوجته محرم لك. فعرفنا دحين المحارم 18، سبع من النسب، سبع من الرضاع، وأربعة من الصهر، الجملة 18. النظر للمحارم بدون شهوة أو فتنة يجوز، لكن بشهوة أو لذة أو فتنة لو شافها بيفتن، بيجي له خواطر وهواجس ثاني حرام. النظر صار للأجنبية بشهوة أو بدون شهوة حرام. نظر للمحارم يجوز شرط أن تكون ريبة ولا فتنة ولا شهوة ولا لذة. نظر للزوجة يجوز مطلقا بلذة بشهوة بأي شيء. في النظر 3 حالات تمام. فعرفنا أن الثامن ستر العورة ما بين السرور. أما المرأة عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وجه منابس شعر الرأس إلى الذقن، من الأذن إلى الأذن، فالأذن ليست من الوجه تسترها، الوجه يكون مكشوف، ولا والكفين من أطراف الأصابع إلى الكوع والكسوع. الكوع العظم الذي هذا كوع العظم الذي يلي إبهام اليد، كسوع العظم الذي خنص اليد، فكوع يلي إبهام يد وما يلي خنصر الكسوع، والرسغ ما وصل. الكفين يجوز المرأة تخليها مكشوفة، أما باقي بدنها لازم يكون كله مستور، حتى مدحق الرجل، مدحق حق هذا لما تسجد لو ظهر مدحق الرجل تبطل الصلاة حقك. لازم تخلي القميص هذا حق الصلاة يغطي لها مدحق الرجل، بحيث لو رفعتها في السجود ما يظهر لها مدحق حق الرجل، طوله هذا القميص حق. فعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، هذا في الصلاة. أما عورة المرأة عند الرجال جميع بدنها حتى الرجل والكفين، هذا المعتمد مكان ما قرره النووي على أن المرأة عند الأجانب جميع بدنها حتى الوجه والكفين. ومن يقول أن الوجه والكفين ما عورة يقول أن النظر إليها بشهوة حرام، لكن المعتمد ما قرره النووي أن المرأة عند الأجانب جميع بدنها حتى الوجه والكفين، هذا المعتبر. وفي من يقول وجه الكفين ما ينعورة، على من يقول أن الوجه والكفين ما هو عورة حرام النظر إليه، ما هو ما يجوز أبدا النظر. فعورة المرأة عند الأجانب جميع بدنها حتى الوجه والكفين، هذا المعتمد. ومن يقول أن الوجه والكفين ما ينعورة يقول أن النظر إلى الوجه والكفين حرام، لو النتيجة واحد، ولأن مركز الجمال والفتنة في المرأة وجه، لو لما ترى رجلها ترى يدها فتنة، لكن وجه أعظم، الفتنة مركزها الوجه، محل الجمال وفيها العينين وفيها أشياء كثيرة من محاسن المرأة، فتنة حتى رجلها ولا صبحها عور، لكن فرق شاف صبع المرأة ولا يدها أو رجلها أو شاف وجهها، أيهما أكثر فتنة، الوجه أو الرجل؟ الوجه. فعلى كل حال حتى من قال من العلماء أن الوجه والكفين ليس عورة نقول يقول هذا العالم النظر إلى الوجه والكفين حرام، نحن أجنبي وني محرم النظر الوجه والكفين، وجه الكفين حق المحرم بفتنة أو بشهوة حرام. شو الأجنبية سواء فتنة أو بدون فتنة، شهوة بدون شهوة مطلقا. والمحارم بشرط أن تكون فتنة ولا ريبة ولا شهوة حرام. وأما الزوجة زوجتك دي حلال. فعرفنا أن عورة المرأة عند الأجانب جميع بدنها حتى الرجل والكفين، عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الرجل والكفين، عورتها عند المحارم محارمها اللي ما ينقضونها من المحارم حق المرأة، الآباء والأبناء والأخوات أخوة والأعمام والأخوال وأبناء الأخ وأبناء الأخ، هذه محارم المرأة. لو بس تدرس نساء
على قفارسة المحارم المرأة من الرجال من؟ الأمهات البلد النسوان قبله. قال الأب والأبناء والإخوة والأعمام والأخوال وأبناء الأخ وأبناء الأخت. ومثل من الرضاع ومن المصارة آباء الزوج وأبناء الزوج وأزواج البنات وأزواج الأمهات. فعلى كل حال المرأة عندما حرمها عورتها ما بين السرة والركبة بشرط أمن الفتن، فإن هناك فتنة أو ريبة أو شاء وحرام شرط التازع استقبال القبلة. لما قال في القاف فولوا وجوهكم، ليس الوجه هذا وجهة القلب، والقلب محله فين؟ في القفص الصدري. خلق صدرك مستقبل القبلة من حين تنطق بالله أكبر حتى تسلم. في كثير بعضهم يغلطون عند السلام، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت به بصدره السلام عليكم ورحمة الله. إذا بتلتفت للسلام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بالراجي بس الوجه، كما جاء في الحديث أن يلتفت حتى يرى في الأولى خده الأيمن، الثاني حتى يرى خده الأيسر، لكن الصدر لا، الصدر قابل قبلة. من حين الله أكبر، حتى لو نطق بالله أكبر، نطق بالله أكبر وعاد ما هم قابل قبلة، ما صح التكبير. لا ينطق بأي تكبير بتكبير حرام حتى يكون قابل قبلة بصدره. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، استقبالها أي بالصدر، لأن الصدر فيه القلب، والقلب هو المراد به. فولوا وجوهكم شطرة أي الوجهة القلبية مقابل القبلة من حين يحرم لأن يسلم. ذكر العلماء في حالتين يقول ترك استقبال القبلة، حالتين. إيه الحالتين؟ واحدة في الفرض واحدة في النفل. حالة في الفرض يجوز المصلي يترك استقبال القبلة، وهي في التحام الحرب مع الكفار، ما مع المسلمين، حرب مع الكفار مع أن يجيب استقبال القبلة، بل يصل مع الكرب والفرض والسوف تبرق بينهم الصلاة ما في عذر بها، ولكن القبلة مع الجيب. قال في الزبد وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكانهم ركبان أو بليم، كان القبلة مع تجيب مع الحرب الكفار، أما حرب المسلمين ما يقر الشرع، لا يقر الشرع حرب بين المسلم ومسلم أبدا، أما حرب مع الكفار على الكفار مسلمين مع الكفار يجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة. وهذا البيت في الزبد وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكانهم ركبان أو بليم، هذه حالة في الفرض. حالة عادة في النفل، ما في الفرض يجوز المصلي يترك القبلة فيه، ولو حالتين، إما يكون ماشي على رجليه أو راكب على مركوب. فإن كان ماشي على رجليه يمشي يجب عليه استقبال القبلة في أربع أركان: عند الإحرام وعند الركوع وعند السجودين والجسم السجدتين يقابل القبلة، وباقي يمشي حتى التشهد يأتيب ويمشي. هذا إذا كان ماشي، إذا كان ماشي على رجليه في أي سفر حتى قصير، لو أبغى سيوون أو أبغى عينات، ما هو لازم هذه رخصة للسفر الطويل والقصير. الرخصة تكون النفل في السفر، لا يترك استقبال القبلة. فإن كان ماشي يستقبل القبلة عند أربع أركان: عند الإحرام يقابل القبلة، وعند الركوع، وعند السجودين، والقعود يلزم السجدتين، أربع أركان يستقبل فيها، وباقي الصلاة يصليها نفل وهو يمشي. قبلته مقصده، لو حتى أبغى هود ما يشر كذا تو يعطي القبلة، لكن عند أربع أركان يستقبل. أما إذا كان راكب وزمام الراحلة بيدك والرحلة دلول تنقاد لك
عند الإحرام استقبل القبلة، في باقي الصلاة قبلتك مقصدا. ومثل لما يقول إذا كان على مركوب والرحلة زمامها بيده، مثل زمام السيارة، السيارة هذه اللي يسوق ذا هو ذا زمام حمد، إن يقدر يستقبل عند لا إحرام بس يوجه السيارة حقه للقبلة، أن ما بيحرم بالنفل، الفرض لا بالنفل فقط. وإن قال لا قال خطر، لو بيوجهها في السفلت لا حد يصدم، يحرم متجه القصد مقصد حمد مع شيك الزبال، لا في الإحرام ولا غير. شو حالتين ذا، هذه حالتين، وحدة في الفرض ووحدة في النفل، والنفل في السفر. لو إنسان بيطلع على من جديد هنا ما فوق الجامع ولا المحضار ولا ما هو سفر وصل البلد ما يجوز، دار برا على البلد وبيتنفل نفل ضحى وتر أو صلاة أي صلاة نفل، يقول ترك استقبال قبل. فعرفنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فلو أخرج صدره عن القبلة بطل الصلاة. وقبل استقبال محين يحرم الله أكبر، أما يصلي فرض الظهر 4 ركعات أدان مستقبل القبلة وهو قابل شمال أو جنوب، لكن الخبر الله أكبر. تكبيرة الإحرام لا تنطق بها إلا وأنت مستقبل القبلة، تبقى مستقبل القبلة حتى تسلم، حتى السلام يلاحظ الآخر يصدره عن الله عن القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، صدر القبلة. فلو خرج صدرك عن القبلة بطل الصلاة. نعم في حالتين يقول ترك استقبال القبلة، ايه الحالتين؟ النافلة في السفر وفي التحام الحرب حتى الفرض يقول. العاشر ترك الكلام، الصلاة خطاب بين العبد وبين ربه، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نوجه، هذا خطاب بين العبد وبين ربه، كل واحد منها في الصلاة حضرة إلهية. فلو وجه خطابه إلى مخلوق بطل الصلاة، فإن تكلم عمدا ولو حرفين أو حرف مفهم صلاة بطل، أو ناسيا نسي إنه في الصلاة وتكلم يعذر إلى 4 كلمات كما حقق الشيخ ابن حجر، 4 كلمات عرفية ما هي لغوية، 4 كلمات عرفية. إذا تكلم كلام كثير ولو ناس صلاة بس، وما جاء في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا خطاب للنبي السلام عليك، قال ما يضر لهذا وارد، وارد عن النبي ولا يضر. ولا باقي الصلاة كلها خطاب بين العبد وبين ربه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وإياك نعبد إياك نستعين، اهدنا، تخاطب من ذحين، تخاطب من تخاطب ربك، فلا يكون التفات منك إلى مخلوقين أو إلى منظر أو إلى شيء، خل قلبك حاضر، لأن الصلاة حقيقتها وروحها الحضور فيه. كل صلاة لم يحضر القلب فيها فهي إلى العقوبة أسرع، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه ليؤديه بحضور وتعقل صلاة. أما صلاة إلا في وصلي الصلاة الخمس والقلب جائل بأودية الوسواس من كل جانب، هذا صلاة لا ولا عليه. طيب تنحنح والسعال، سعال القحذي، إيه حكمه في الصلاة؟ ما هو كلام ده، تنحنح أو بكاء أو أنين أو ضحك أو بكاء، قالوا إذا ظهر حرفين صلاة باطل، كحة كح كح كاف قاع، إذا ظهر حرفين تبطل من التنحنح أو الضحك أو البكاء أو الأنين أو السعال، السعال الكحل. وإن تنحنح الإمام بدا حرفين العل، هذا إذا متعمد، أما نسينه في الصلاة أو مغلوب عليه، بعض الناس فيه كحة ألا مرض سعال عنده كحة ما يقدر يرجع، ما هي باختيار، هذا معذور،
هذا إذا كان كحة باختيار الإنسان، باختياره كح ولا يتنحنح أو يتثاوب بتفواده فيتحزمه. يجيب حروف التثاوب والتنحنح والبكاء والأنين وغير ذلك، إن كان بعمل وظهر حرفين يبطل الصلاة، وإن كان مغلوب على أمره ما له اختيار، ما له اختيار بلا بالتنحنح. نعم قالوا التنحنح إذا توقف في قراءة الفاتحة على التنحنح يجوز يتنحنح لقي القراء إذا كان توقف على القراء. أما إذا توقف الجهر، الجهر في الصلاة سن معود في المغرب وفي العشاء، إمام ارتبد حلقه ما قدر يجهر بالفاتحة إلا أن تنحنح يقرأ أسر، لأن الجهر ليس واجب. الجهر في صلاة في 12 صلاة، شو نسأل الجهر 12 صلاة يسمى فيها الباقي ولا فيها إسراء. الجهر يتلفظ بقراءه بحيث يسمعه ما بيقبوا يسمعون، والإسرار يقرأ بحيث يسمع نفسه فقط. الصبح يسمى فيها الجهر للإمام والمنفرد، ما هو لا يجهر خلف الإمام، هل يسمع القراءة حق الإمام، لكن الإمام والمنفرد يجهر بالصبح وركعتين وثنتين من المغرب، ركعتين وثنتين من المغرب، ركعتين وثنتين من العشاء ثلاث، والجمعة أربعة يجهر فيها، يجهر بالفاتحة ولا والسورة فقط. أما أذكار الركوع والسجود ما يسن الجهر لا إمام ولا مأموم. لما نقول يسن الجهر بماذا؟ الجهر الفاتحة والسورة، يسن الإمام والمنفرد. أما المأموم لا يجهر يسمع قراءة الإمام. 12 صلاة يسن فيها الجهر، الصبح ركعتين وهي من المغرب، هذول هي من العشاء والجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر والمقضية بالليل، واحد بقضي الظهر بالليل صح ما يصح عليه الظهر فات بقضي بالليل، يقضي بالليل يقهر ولا يسر يقهر. المقضية بالليل يقهر فيها، بقضي الظهر بالليل يقهر، بقضي عصر بالليل يقهر، وركعتين الطواف بالليل، الطواف إذا طواف بالكعبة سنة ركعتين يقهر فيها. كم صلوات دي؟ 12 صلاة، وما عدا يسر. والجهر هو يتلفظ بالقراءة بحيث يسمعه من حواليه، جهر من يقهر؟ من الذي يقهر؟ الإمام والمنفرد، المأموم لا يقهر. والإصرار يتلفظ بالقراءة بحيث يسمع نفسه فقط، سمون هذا إصرار. والجهر يصل في 12 صلاة وما عداها يسمى في الإصرار. 12 صلاة الصبح ركعتين وليين من المغرب، ركعتين وليين من العشاء والجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى والاستسقاء خسوف القمر والتراويح وتر رمضان والمقضية بالليل وركعة الطواف بالليل، كم صلوات؟ 12 يسمى في هذه لا. الجهر لمن؟ للإمام والمنفرد فقط، وما عداه يسمى في الإسراء. لما قلنا المقضية بالليل إذا بقضي صلاة بالليل نهارية ظهر ولا عصر يجهر بها، يا مقابله إذا بقضي العشاء ولا المغرب ولا الصبح بالنهار أي لقي يسر مقابل المقضية بالليل يجهر فيها، والمقضية بالنهار ليلية يسر فيها. فعلى كل حال هذا الصلوات يسمى فيها الجهر والإصرار.